مساء الخير والفل على كل اللي بيتابع النهار اليوم، وحشتوني جدا طبعا. بنتقابل بعد فترة طويلة من الغياب. طبعا شفتوا حضراتكم التغيير الجديد اللي حصل في البرنامج، وده طبعا مجهود ستاف كامل القائم عليه، المشرفين على هذه القناة المتميزة اللي إن شاء الله نقدم من خلالها ومن خلال إطلالتنا على شاشتها لحضراتكم دايما كل جديد ومهم ومفيد قبل ما نقدم أي شيء ليها علاقة بالتجارة أو الرواج التجاري. ودي هي الحقيقة مصداقية النهار اليوم ومصداقية طبيب اليوم أيضا. الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم عن حاجتين مهمين جدا، أو هنركز فيهم مع السادة الأفاضل اللي هيشرفونا في خلال ثلاث فقرات متوالية على الهواء مباشرة. عايزين نتكلم عن التجارب غير الناجحة وليه بتؤدي إلى هذه النتائج، وكمان عايزين نتكلم عن المفاهيم الخاطئة اللي ممكن تكون بتنقل لحضراتكم من أماكن أخرى أو من أطباء غير متخصصين للأسف، عن كل ما يتعلق بعلاج وتجميل البشرة والوجه والشعر والجسم وتنسيق القوام وكله. طبعا المفاهيم الخاطئة اللي ممكن توصل لحضراتكم دي بتكون نتيجة عدم التخصص. أما بالنسبة للتجارب الغير ناجحة، التجارب غير الناجحة كمان بتكون نتيجة عدم التخصص. برضو بنحرص إنه نقول لحضراتكم إنه هنا الأصل، هنا التخصص وهنا المصداقية اللي بتتنقل لحضراتكم. هو ده اسم النهار اليوم، هو ده اسم طبيب اليوم. الحقيقة إحنا صيف وبحر ومصيف وشمس، والناس كلها بتبتدي تنشط مع بعض وتتكلم عن أحدث وأهم طرق علاج البشرة، وإزاي البشرة دايما تبقى نضرة، وإزاي ما تتأثرش بالشمس والشعر، وأحدث ما تم الوصول إليه لعلاج الشعر، سواء PRP البلازما أو في حاجة جديدة اسمها بروتكس هنتكلم عنها حالا. لكن خلينا نرحب الأول بدكتورة مريان نادر، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر اللي منورانا النهاردة. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كويسه تمام. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حضرتك. اخبار الصيف ايه؟ الصيف بمشاكله، بالحر، بالشمس. الصيف على قد ما هو جميل والناس بتخرج وبتتفسح وتنزل بحر ومش عارف ايه، بس ما بتكونش شايفه قدامها تاثير الشمس او تاثير الصيف او تاثير الجو على بشرتها، على شعرها، على اجهاد بشرتها، على التجاعيد، على البقع، على كل الحاجات دي كلها ما بنكونش واخدين بالنا منها. بيكون فرحانين وبننزل بسين وبننزل بحر و و و، لكن بنهمل او ما بنكونش واخدين بالنا من كل اللي بيحصل في بشرتنا. انا شخصيا اليوم اللي ما بحطش فيه سان بلوك اللي هو واقي الشمس، صح، بشرتي بتبقى مرعبه، مرعبه بمعنى كلمه مرعبه، مش ببالغ. صح فعلا. التهاب، حساسيه، احمرار دائم وحبوب لدرجه انها بتحبب، فاصبح ده شيء مش يعني روتين بقى شيء اساسي دلوقتي، زي بالظبط ما بنغسل وشنا وزي ما بالظبط بقى ان احنا بنعمل الحاجات اليوميه الاساسيه. اتعودتي على كده؟ فكره ان احنا نتعود على ان ده يبقى لايف ستايل لينا. مش بحطه بس عشان ما اسمرش، لا، انا ممكن انا بحمي بشرتي من تاثير اشعه الشمس المضره. في جزء من اشعه الشمس مهم جدا لبشرتنا، بس اهم حاجه نحمي بشرتنا من تاثير اشعه الشمس المضره. ممكن اسمر بس بنسبه ما تكسرش كولاجين عندي، ما تعمليش بقع وتصبغات في جلدي، ما تكسرش. طب لحظه، يعني ايه ما تكسرش كولاجين؟ هو في اسمرار ممكن يوصل لدرجه انه ياثر على الكولاجين الموجود؟ طبعا طبعا. ما هو انا بيحصل لي ايجنج ليه؟ من يعني كان في صوره توضيحيه كانت ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت بتورينا ان ناحيه فيس متعرضه ديلي كل يوم للشمس، لتاثير اشعه الشمس المضر، وناحيه ثانيه ما بتتعرضش للشمس. دي كانت صوره تعبير توضيحيه يعني، فبتقول لك ان الصوره دي قد ايه الرينكلز وقد ايه التجاعيد وقد ايه التهدر اللي في البشره كان في الناحيه دي عن الناحيه دي. فالشمس بتكسر الكولاجين او تاثيرها المضر على البشره، طبعا بيكسر الكولاجين. طب نشوف الصورة اللي بتجسد الكلام اللي قلتيه دلوقتي. دي صورة معايا بتقول لي ان قد ايه انا لسه شباب ولسه صغيرة، ولا ده انا بتعرض وبنزل بسين وبنزل وبروح وباجي، بهمل بقى تأثيرها على بشرتي. يعني انا مش ظاهر عندي حاجة دلوقتي غير ان بشرتي مثلا يمكن بهتانة شوية، لكن تأثير جوه ديب في الانسجة جوه بتقول لي ان في تكسير كولاجين، في تكسير إيلاستين، في حاجات هتظهر لي كمان كام سنة
انا لسه سني صغير نتيجه اهمالي في بشرتي. طب ايه الحل؟ احنا بلد مشمسه وحاره والصيف يعني شمس دائمه وبحر دائم، هل الصن بلوك كفايه ولا ايه؟ ايه الجديد دلوقتي؟ اولا انا هحط صن سكرين كوقايه، فلنفرض ان المشكله او انا ما واظبتش عليه او انا اساسا من البدايه ما حطيتوش وبدا يحصل بهتان في بشرتي، بدا يحصل لي فاين لاينز صغيره، تجاعيد بسيطه جدا لما باجي اضحك، باجي اعمل اي اكسبريشن عندي، علاجها او الوقايه منها او ان انا امنع ان بشرتي تعجز واقيها ان هي تظهر فيها تجاعيد تعبيريه او تجاعيد خطوط رفيعه مع الكلام، بعملها جلسات بلازما، بضيف معاها كولاجين، بضيف معاها فيتامين سي. بلازما للبشره؟ البلازما ممكن تتعمل للبشره، للشعر، للايدين، للرقبه، بتتعمل في كذا مكان. هي فكرتها ايه او هي ليه؟ ما البلازما دي مكون مكملات دم عندنا، فكرتها بالظبط فكده ان احنا بنسحب عين الدم زي ما بتوضح عندنا في الصوره، بنعملها سنترفيوجيشن او طرد مركزي. الجهاز الطرد ده بيفصل لي كرات الدم الحمراء عن البلازما، بنبتدي ناخد البلازما، بناخد البلازما البليتلت ريتش. طيب. بلازما انا معلش اسمحي لي اقطعك في الجزئيه دي، بس انا عايزه بس اطمئن، الجهاز ده هو ثابت عند كل الاطباء، عند كل المراكز الطبيه، ولا مختلف حسب المكان؟ يعني اهم حاجه نقدم للناس طبعا خدمة مهمة عشان صح. يبقوا عارفين المكان اللي هم رايحينه انه ده الحاجة اصلية مظبوطة. بالظبط. طبعا زي اي حاجة، الاجهزة بالجودة، التيوبس اللي بيتفصل فيها البلازما بالجودة بتاعتها، عندنا في مركز نبض يعتبر افضل وانجح الاجهزة اللي موجودة في الماركت كله، التيوبس اللي بتتفصل فيها درجة السيفتي بتاعتها او درجة فصل البلازما بتاعتها وقد ايه الكونسنتريشن بتاع البلازما فيها بتبقى رائعة جدا. انا ما يهمنيش ان انا افصل البلازما على قد ما هاخد البليتلت ريتش بلازما، البلازما غنيه بالصفائح الدمويه. طيب. عشان هي اللي تفيد بشرتي. كويس. بعد كده بنضيف ليها بقى ممكن حاجه، ممكن بلس اور ماينس، يعني ممكن اضيف معاها كولاجين، ممكن اضيف معاها فيتامين سي، ممكن اضيف معاها حسب حاجه البشره وحسب الستيج اللي هي جايه لي فيه. هل هي عندها مشكله فعلا في بشرتها فاين لاينز محتاجه اضيف معاها كولاجين؟ هل هي عندها ايفنت وعايزه جلوي وبشرتها تبان بتلمع او فيها لمعه، اضيف معاها جلوتاثيون، اضيف معاها فيتامين سي، على حسب الحاله اللي هي جايه لي بيها، على حسب المشكله كانت بتعاني منها. طيب دلوقتي الاضافات دي كل اضافه هيبقى ليها سعر مختلف ولا حسب يعني هي بتبقى بادجت كامله، ميزانيه كامله للموضوع كله ثابت ولا متغير حسب المواد اللي هتضيفيها للبلازما اللي هي الاساس بالنسبه لي اللي هي البي ار بي؟ احنا دلوقتي معلش التفاصيل دي والله بتسال عنها طبعاً. يعني في كل مكان يعني بيقعدوا يقولوا يعني بليز ادونا تفاصيل اكتر علشان صح. احنا نبقى مطمئنين. اولا بمناسبه ان احنا في فصل الصيف ودي فتره اللي بتجهد فيها البشره ودي الفتره اللي محتاجه عايزه اعيد نضاره بشرتي مره ثانيه، احنا بنقدم اوفرز او بنقدم اوفرز على الباكجات دي كلها، في باكج مخصصه للعروسه، في باكج مخصصه لفتره فصل الصيف، عايزه اعمل اهتم ببشرتي كلها، اعاده بناء البشره، يعني من اول جلسات التقشير، جلسات السكراب، جلسات الماسكات، الفراكشنال ليزر، كل الحاجات دي كلها عاملين عليها باكجات كفصل الصيف وكاجهاد للبشره، وعايزه بشرتي تبقى احسن واحلى واشيل منها الشوائب اللي فيها. طيب خلال فتره قد ايه اقدر احس تاثير؟ اولا انا بعد ما بعمل بلازما، انا لو عندي مشكله ظاهره في بشرتي مثلا، فلنفرض ان هي فاين لاينز او تجاعيد خفيفه بدات تظهر في وشي، بعد مثلا هنقول ده تحفيز كولاجين، فانا عشان اشوف نتيجه هنقول مثلا من 3 لـ4 جلسات، جلسه كل 3 اسابيع، ما بين الجلسه وجلسه 3 اسابيع. بالظبط، من اسبوعين لـ3 اسابيع. لو انا عايزه اشد الفاين لاينز الموجوده في بشرتي دي، او اهم حاجه في البلازما ان انا باخر ظهور التجاعيد عندي، يعني انا مش بعملها بس في سن صغير، انا بعملها في سن صغير، واحده عامله مثلا بشرتها بهتانه وعايزه ترجع نضاره بشرتها مره ثانيه، دي من الجلسه الاولى الثانيه بالظبط تبتدي تحصل. والتلوث اللي بقى موجود في كل مكان دلوقتي بيأثر علينا خلاص، يعني حتى بشرة والدتي وجدتي والناس دي بقت دلوقتي مش موجودة خالص على فكرة. يعني تصدقي بقت زمان نادر انك تلاقي البشرة الجميلة دي صح، وبيفضلوا بشرة بيبي سكن لغاية سن متقدم، سن كبير على فكرة فعلا، في السن محتفظين بالتكتشر بتاعت الجلد، الجلد المشدوده، الجلد اللي فيه لمعه، رغم ان هم ممكن يكونوا ما بيهتموش ببشرتهم زمان زي ما احنا بنهتم دلوقتي، بس الفكره ان هم ما كانوش بيستخدموا العوامل اللي بتاثر على بشرتهم، ميك اب ويناموا بيه، تلوث الجو، تعرض لشمس، اجهاد البشره، كل الحاجات دي بتاثر على بشرتي او بتاثر على نضاره بشرتي. انا دلوقتي ممكن ارجع لبشره زمان؟ ممكن ارجع. ممكن افضل طول عمري بشرتي نضره؟ طبعا ممكن افضل طول عمري بشرتي نضره، بس
بستبس. انا عندي مشكله هبتدي اعالجها، عالجتها وصلت النتيجه اللي انا عايزاها، عاوزه احافظ عليها، وصلي للخطوه اللي بعد كده. بالظبط. طيب دلوقتي بتقولي انه البي ار بي اللي عندهم فاين لاينز بسيطه، طب واللي هم واصلين لمرحله لا يعني سابوا بشرتهم واهملوها تماما وبقى مش فاين لاينز، بقت تجاعيد تجاعيد والوش تعبان، ويعني على حسب البي ار بي هيفيدها ولا لا انتقلي لمرحله ثانيه، اعملي بقى فيلينج، اعملي بوتوكس، اعملي شد، وات ايفر، ايه اللي هيفيدها؟ البي ار بي هيفيدها كمنتين النتيجه اللي هي توصل لها، بس طيب. هتبدا الاول بحاجات تانية على حسب بقى المشكله اللي هي جايه فيها في المرحله دي. يعني مثلا لو هي عندها فيشيال اكسبريشن قويه جدا، عندها 111، عندها خطوط عرضيه في منطقه الجبهه، عندها خطوط تعبيريه حوالين منطقه العين، كل الحاجات دي ببدا بيها ببوتوكس. البوتوكس عباره عن ماده بتتحقن في العضله، بتتحقن فيشيال اكسبريشن، يعني انا مثلا عندي 111 جامده قوي وانا بكشر، عندي خطوط تعبيريه بالعرض جامده قوي، عندي تجاعيد حوالين منطقه العين. هي مش شرط الاماكن دي، بس هي مين اللي بتتحقن في الاماكن دي. الاماكن دي لو انا سبتها واهملتها واهملت قوه العضله مره في مره في مره، هيبتدي ان التجاعيد بدل ما هي تعبيريه بس بتظهر كرمشه وقت ما انا بكشر وقت ما انا بضحك، لا هتبقى ستاتيك لاينز، هتبقى خطوط ثابته معايا. مش احنا بنلاقي ناس ماشيين في الشارع عندهم 111 هم بيضحكوا بيكشروا خلاص بقى وشهم ثابت على الوضع ده، عندهم خطوط عرضيه في منطقه الجبهه هي بقت ثابته على الوضع ده. دي صوره تعبيريه معانا بتوضح لنا قد ايه البوتوكس ممكن يعمل لي. يعني دايما موجوده معانا، لكن مهم دايما ان احنا نوضحها لحضراتكم، لانه ده بيصحح اي مفهوم خاطئ ممكن يوصل. بالظبط. وده اللي احنا بنتكلم فيه. واحده بتقول لي انا ما كانش عندي كده، حسيت ان جلدي كرمش فجاه، حسيت ان انا عندي 111 وخطوط تعبيريه في منطقه الجبهه. كل الحاجات دي بمجرد ما هي تعمل بوتوكس في جلسه واحده بس ابتدي الموضوع يتشد معاها. حتى هتلاقي ان قرصي بقت فيها لمعه، بقت نضره اكتر، لان لما العضله تبقى مفروده او مشدوده معايا النتيجه تكون كويسه جدا معايا. دي اهم حاجه عندي، ان انا ارجع او اشيل التجاعيد اللي بتكون مسببه ضل في الوش ومخليه الوش شكله بهتان ومخليه شكله مكرمش. طيب خلينا نتكلم في جزئيه برضو انا بتسال عنها، بنات صغيرين في السن عايزين يعملوا بوتوكس، في مشكله ولا مثلا تقولي لها لا انت كده بداتي بدري قوي؟ بالعكس، انا تملي بقعد اقول البوتوكس مش مرتبط بسن. يعني ما تيجي واحده بنت صغيره مثلا في العشرينات وتقول لي انا عايزه تعمل بوتوكس بس مامتها خايفه مثلا، لا، هي الفكره هو مش مرتبط بسن على قد ما هو مرتبط بقوه عضله. انا عندي من وانا صغيره عندي 111، عندي التكشيره بتاعتي جامده قوي، عندي خطوط تعبيريه في منطقه الجبهه، بستخدم العضله دي على طول باستمرار. وهتلاقي على فكره العضله دي وراثيه، يعني هتلاقي باباها مثلا عنده 111 دي جامده، مامتها عندها دي تعبيرات، دي الفيشل اكسبريشن بتاعتها قويه من وهي صغيره. فهتيجي عند سن معين لا هتلاقي ان الخط ده بدا يحفر سنه صغيره، مره في مره يحفر سنه كمان، يحفر يحفر يحفر. فاحنا في البدايه نقي، وعلى فكره في البنات الصغيره او في سن العشرينات والحاجات دي انجح كتير فيما بعد، لان هو بيقي ان هي وبيأخرها وبيقعد معاها مده اطول ما بين السيشنز والتانيه. طيب في ناس عندهم الخطوط دي يعني اكيد اللي عند زاويه الانف للفم، اللي عند زاويه الانف للفم دايما معروف ان هي بتعمل لها فيلر مش بوتوكس. بالظبط. طب ما في خطوط بيتعمل لها بوتوكس وفي خطوط بيتعمل لها فيلر، على اي اساس بتحددي؟ على اي اساس؟ على اساس الفيلر. احنا الناس مختلط عندها الامر ما بين البوتوكس وما بين الفيلر. بالظبط، برضه لازم نوضحه، برغم انه هيقولوا احنا سمعنا الكلام ده بقى كتير. لا صدقيني لسه بيجي ناس انا عايزه احقن بوتوكس في خدودي. يا جماعه اللي بيتحقن في الخدود مش البوتوكس. بالظبط. بالظبط، هي الفكره ان انا عندي اللي بيتحقن في عضله، يعني انا مثلا البوتوكس هنقول بتاع مجازا بيتحقن في اماكن، بيتحقن في منطقه الجبهه، منطقه ال 111، منطقه الخطوط التعبيريه اللي عند منطقه العين. فبعض الناس بيكون عندهم سموكي لاينز او من التدخين او بيظهر في سن كبير شويه خطوط حوالين منطقه الشفايف، ممكن اعملها بوتوكس لو هي نتيجه عضله، وممكن اعملها فيلر لو هي نتيجه فقد كولاجين. ممكن اعمل البوتوكس فين تاني؟ في التيب بتاعت النوز، لو واحده بتضحك مثلا مناخيرها بتنزل لتحت مع الضحكه ابتدي ارفع لها التيب بتاعت النوز. بتبان فرق؟ لما بتكون هي عندها المشكله دي، يعني مش في كل الناس فعلا بتبقى ناجحه. طيب. لو انا عندي المشكله، لو انا بضحك الاقي مناخيري نزلت لتحت، لا ساعتها انا وانا بضحك هرخي العضله دي، فوانا بضحك مناخيري مش هتنزل تحت مع الضحك. طيب. ارفع التيب بتاعت النوز. في بعض الناس تانية ممكن اعملها مع الجامي سمايل او الضحكه اللي بتبان فيها اللثه. في واحده لما بتضحك بيحصل كونتراكشن جامد او انقباض جامد في العضله، الاقي شفتي اترفعت فوق قوي لدرجه ان في بنات بتبقى محرجه جدا، انا طبعا محرجه بقعد احط ايدي على بقي وانا بضحك. دي لو هي نتيجه قوه عضله، اصل الجامي سمايل دي ممكن تكون نتيجه قوه عضله وممكن تكون نتيجه ان شفتها فعلا
سوري او منطقه الاسنان في سنه بروز في الاسنان او في ضب بنحتاج ان احنا نعدله بتقويم. فعلى حسب المشكله، لو هي فعلا نتيجه كونتراكشن في العضله او انقباض في العضله سهل نعملها بوتوكس، بعالجها بالبوتوكس تماما. لو محتاجه تقويم احنا هنا نوديها للسنان للاسنان بالظبط. طيب اهي هم ده بقى صورة جميلة جدا بيستجيبوا فورا. دي صورة جميلة جدا بتوضح لنا قد ايه الفيلر، عشان الناس بتبقى متخوفة جدا، ده الفيلر مادة مالئة. الفيلر مادة مالئة، هي مادة هيلورونيك اسيد بتملى، بس الفكرة ان هي مش بتديني امتلاء اللي هو انا ببقى ماشية وشي منتفخ، او الناس بتبقى متخوفة جدا ده انا هطلع واحدة غير الواحدة، لا خالص. انا بيحصل فقد ليا في الكولاجين عن طريق لايرز، يعني انا في طبقات بفقد الكولاجين بتاعي، فانا بحقن بعوض الفقد اللي حصل عندي، بعوض الطبقات اللي فقد فيها الكولاجين عن طريق ان انا بحقن ماده الهيرونيك اسيد او ماده الفيلر على حسب المشكله. والخط عندي او التجاعيده اللي عندي دي تجاعيده عميقه شويه، بحقن الفيلر في ليفل عميق عشان اعوض الفقد اللي حصل. لو هي فاين لاينز او حاجات بسيطه بدات تظهر عندي زي النيزوليبيا الخطين دول، لو هي في سن صغير بتبقى حاجات بسيطه خالص فبحقنها في لاير اعلى، لو هي في سن كبير بتكون الخط ديب قوي فببتدي املى الفيلر عن طريق لايرز ان انا اعوض الفقد اللي حصل عندي. طيب دي فيلر منطقه التشيكس لو عايز اعملها كونتورنج، دي فيلر. طيب منطقه التشين عايز اعملها اوجمنتيشن واعمل لها نحت لمنطقه الوش او هنا منطقه هنا الفك. المنطقه دي منطقه الفك دي ايه بقى؟ منطقه في ناس بتبقى عندها عظمه الفك دي مش باينه خالص. أوكي. او نازله مع منطقه الرقبه، فبنبتدي بحقنه فيلر نعمل لها كونتورنج او نعمل لها بروز نبينها. وبعدين بوتوكس ترفعيها؟ فبعض الناس بتحتاج بوتوكس معاها اللي هي تعمل نيفرتيتي نيك، وبعض الناس لا بتبقى مكتفيه بالفيلر. ما انا هو ده اللي بقوله، على حسب الحاله اللي هي جايه فيها. في ناس من حقنه فيلر تظبط معاها. دكتور انا عايزه بيقولوا لي فاضل دقيقه علشان الناس بس ما تزعلش مني، ان انا قلت ان احنا هنتكلم بسرعه عن الشعر. عايزه بس اقول بسرعه فكره وبعد كده نكمل بعد كده في فقرات قادمه بتفصيل. البروتكس احدث حاجه للشعر ايه هي بالظبط؟ البروتكس دي احدث ماده نزلت للشعر، عباره عن مالتي فيتامينز مع بروتين معاها بوتوكس بتغذي الشعرايه. يلا بتكون فيها هي عباره عن ماده شمعيه اللي بيخلي شعرايه هيشه ومقصفه عندي، ان هي بيكون فيها تشققات، ده اللي بيخلي شعرايه تقع وانا باجي اسرحها. يعني واحده مثلا تيجي تقولي ده شعري بيتقطم، ما هو بيتقطم لان شعراي فيها تشققات فكل شويه تقع. فانا وظيفتي بالبروتكس هي ماده امنه 100% بتغلف الشعرايه، بتعملها غلاف، فتبتدي ان هي تخلي شعرايه جامده وماسكه نفسها كده بالظبط. ما تخليش فيها فرد، فيها فرد لا، عشان بس امن على الاطفال للناس يا جماعه، دي ما فيهاش فورمالين خالص، ملهاش دعوه بالفورمالين، وبتتعمل سيف كمان أوكي. في الاطفال اوكي خلاص، هم قالوا لي طيب تمام. احنا شوقنا الناس بالمعلومه دي ان شاء الله. في المره الجايه تابعونا دايما، ما تنسوش ولا تضيعوا ابدا ميعاد طبيب اليوم، وهنمدكم بالمزيد من المعلومات المهمه والمفيده لحضراتكم. انتهت فقرتنا للاسف النهارده. انا بشكر شكر جزيل الدكتوره مريان نادر اخصائي التجميل والليزر والجلديه بمركز نبض، شكرا يا دكتور. واحنا لسه موجودين معاكم، تابعونا.